كان دايما في الاعمال يحب عايز يتجوز من بره الصندوق، يعني دايما عايز يتجوز بكاكا داسه او يعني يشط بقى بشكل كبير في حته تانية. زوجته اللبنانيه يعني ما فكرش انه يتزوج سيده مصريه بعد والدتك، ولا هي الظروف ما جت؟ هو اتجوز ماما عايده واتجوز كوثر العسال كمان ممثل. طيب انتوا يعني ايه اللي محتفظين بيه لعبد المنعم ابراهيم؟ ليه حاجات في البيت كانت خاصه بيه، قلمه، حاجات خاصه بيه؟ في له طاقيه انا مفضله، لان احنا للاسف اول ما توفى بعديها بفتره كده في ناس كتير بقت تيجي عايزين حاجات نحطها في، ما هنعمل متحف، هنعمل مش عارفه ايه، فابتدينا نديهم الحاجات دي، فمبقاش عندنا حاجه على اساس انهم يحطوها، وبعدين ما عرفناش ما مين عرفتوش دول ايه اللي هيحصل. ولا فين هم ولا يعني بتحلمي ان يكون في، انا دايما بحلم الحقيقه يكون في معرض للفن كده، مقتنيات فنانين العظام دول. هما كانوا ابتدوا عملوا في مسرح الجمهورية، بس ما اعرفش بقى كملوا ولا وصلت عملوا لحد فين. فين؟ انا عايز اعرف اكتر عن عبد المنعم ابراهيم الاب. يعني احنا دايما بنشوفه في الصورة اللطيف اللذيذ الحبوب، لكن اكيد هو كأب كان دايما، او كإنسان يعني، كان في ناس في رقبته كتيرة. كتير قوي. هو كان مغلبه الله يرحمه اخويا الصغير الله يرحمه برضه، كان من كتر الدلع كان مغلبه قوي، فكان دايما يقعد يقول خلي بالك من اخوك طارق يا سوير، اقول له حاضر ان شاء الله يا بابا ما تخافش عليه. فكان يعني الدلع الزياده ما بقاش مش حلو يعني لكل حاجه، بس الله يرحمه بقى. لما بتشوفي لغاية دلوقتي فيلم من أفلامه بتبقي حريصة إنك تقعدي تتابعيه كأني بشوفه لأول مرة، مش من أول هتصدقيني وجديد. يعني، أو كأن بابا موجود بشوفه. يعني أنا لما ببقى زعلانة أو متضايقة وعايزة أعمل أي حاجة أفتح التلفزيون ألاقي بابا في وشي، أقول كان الحمد لله، كأنه بيطبطب عليا يقول لي ما طبعا تزعليش. يفضل الأب أب مهما كان. طبعا طبعا آخر عمل كان ليه كان أولاد آدم. أولاد آدم، ده كان آخر أعماله يعني. انا كنت بروح له الاستوديو وبشوفه هناك عشان كان تعبان ايامها، وبودي له اكل مسلوق يعني الاكل اللي مش أيوه، هيفضل عارفة، هتفضل المرحلة اللي وإن كان فيها حتى عبد المنعم إبراهيم تألم، لكن هنفضل نشوفه هذا الشخص المبتسم الجميل اللي أمتع الملايين. انا رحت معاه كمان الحج سنه 87، كان حج جميل قوي. أكيد ساعتها المطوف الناس كانوا بيسيبوه يؤدي الفريضة، ولا ده لا عبد لا المنعم إبراهيم بيحج يعني؟ لا كانوا سايبينه بيقعدوا في معاه حاله. ومبسوطين، لا أيوه بيقعدوا في جلسات ذكر ومبسوطين. بعدين المطوف ضحك علينا، لا لقينا المكان نقعد فيه ولا اي حاجه نعملها، فقال لي يا بنتي احنا هنتبهدل كده، تعالي نروح مطرح ما احنا، ما انا بحج كل سنه. فراح فعلا أكيد. الاوتيل اللي كان هناك، وفعلا كملنا الحج معاه. فبعدين قال له انا هكتب لك شيك استاذ، قال له لا عيب عيب يا استاذ عبد المنعم، انتوا ضيوف الرحمن. الله.